النهارده كمان بقى كل عناوين المواقع الاخباريه بتقول مصر تعلن عن اضخم، وحطوا يعني 500 خط كده تحت كلمه اضخم، كشف اثري في منطقه سقاره، بما يعني ان في مردود كبير جدا وصدى واسع كبير قوي لهذا الكشف الاثري اللي تم اعلانه النهارده من قبل وزير السياحه والاثار دكتور خالد العناني. الكشف ده عباره عن 27 تابوت ملون لم يتم فتحها لغايه دلوقتي من 2500 سنه. وعلى فكرة الدراسات المبدئية بتؤكد كمان ان التوابيت دي مش هي الوحيدة، وانما من المتوقع كمان ان يتم العثور على المزيد والمزيد منها قريبا جدا. الحقيقة تفاصيل اكتر عايزين نعرفها كده من دكتور محمد يوسف، مدير منطقة اثار سقارة ومدير موقع الكشف. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا الف مبروك على هذا الكشف الاثري الكبير. احنا لسه يعني دكتور خالد العناني بيعلن هذا الكشف، لقينا الصدى واسع جدا على كل المواقع الاخباريه داخل مصر وخارجها، مواقع عربيه مواقع اجنبيه، لان الاثار ده بيبقى له صدى كبير جدا. فخلينا نتكلم كده عن التفاصيل الكامله وتفاصيل اكتر عن هذا الكشف واهميته. طبعا احنا شغالين في موقع الحفائر الخاص بوزارة الآثار في جبال الحيوانات المقدسة بالبوباستيون بسقارة. الموقع ده احنا شغالين فيه بقالنا سنتين بالظبط. اكتشفنا فيه مجموعة من المقابر ومجموعة من الحيوانات المقدسة. اكتشفنا طبعا جبانة كبيرة للحيوانات. المرة دي او الموسم ده احنا اشتغلنا فكشفنا مجموعة من الآبار على اعماق حوالي 11 متر و 12 متر. اكتشفنا مجموعة كبيرة جدا من التوابيت، اكتشفنا 59 تابوت حتى الآن في خلال شهر ونصف تقريبا، اللي اتعرض منهم 27 تابوت، بالإضافة إلى أصلا العدد ال 59 ما زال العمل لم ينتهي في هذه الآبار التي تحوي العديد من التوابيت الخشبية. التوابيت دي بترجع إلى الأسرة 26 حوالي 600 قبل الميلاد، يعني 2600 سنة من الآن. التوابيت طبعا عندنا انواع مختلفه من التوابيت كلها على الشكل الادمي، بعضها مغطى بطبقه من الكار وبعضها ملون، وبعضها التوابيت يعني تابوت خارجي مغطى بطبقه من الكار، تابوت من الخشب جميل ملون وعليه نصوص دينيه وعليه مناظر دينيه، بالاضافه ايضا اكتشاف حوالي 28 تمثال للمعبود بتاع سقر، ودي تماثيل خشبيه ملونه لمعبود بشكل آدمي على يقف على قاعدة ومرتدي من أعلى تاج الأسس الخاص بالإله أوزيريس، بالإضافة إلى تمثال جميل جدا ارتفاعه 35 سنتي من البرونز لشخص يدعى بادي أمون، والتمثال ده كان على شكل المعبود نفرتوم أحد أو الابن في ثالوث منف اللي هي المقاطعة الأولى في مقاطعات الوجه البحري، واللي هي أصلا تعتبر عاصمة مصر خلال فترات زمنية طويلة. بس الدراسات المبدئية بتقول إن دي مش آخر التوابيت، يعني لسه في اكتشافات تانية إحنا منتظرين، صح؟ يعني لسه في واضح إن في أبحاث وفي اكتشافات جديدة. طبعا زي ما قلت لحضرتك إحنا عرضنا 27 تابوت من أصل 59 تم الكشف عنهم، وما زال الموقع توابيت كتير لم ينتهي العمل، احنا لسه بادئين من شهر. طب ليه يا دكتور المنطقه دي تحديدا فيها اكتشافات جديده، وليه تم اكتشافها في الفتره دي؟ يعني احنا ما كناش بندور قبل كده ولا ايه بالظبط؟ لا 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 طبعا، هو لما نتكلم على تاريخ سقاره بشكل عام، ان تاريخ سقاره بيرجع الى 3000 قبل الميلاد، استمر للدفن لمده لبدايات القرن الاول والثاني الميلادي، فعندنا جبانات كبيره جدا، خاصه زي ما قلنا ان منف كانت عاصمه مصر في فترات زمنيه طويله، فسقاره جزء من الجبانه الخاصه بالعاصمه، فعندنا مقابر لملوك الدوله القديمه واهرامات الدوله القديمه والموظفين والوزراء اتدفنوا على فترات زمنيه طويله في جبانه سقاره، كذلك في عصر الدوله الوسطى والدوله الحديثه والعصر المتاخر حتى العصر اليوناني الروماني. يعني هنقول مثلا بالرغم من كل الاكتشافات اللي تمت في جبانة سقارة بشكل عام، ما زال هناك جبانات ومناطق كثيرة جدا في منطقة سقارة لم يستكمل الكشف بيها، طبعا لأن احنا سقارة كلها هنقول متحف مفتوح أو منطقة كبيرة جدا، فلازم طبعا يبقى في حاجات للأجيال في المستقبل إن هي تشتغل فيها،
وبرضه طبعا ان الكشف ده بيحتاج امكانات ماديه، بيحتاج امكانات ماديه للترميم. فطبعا احنا بنشتغل بخطه ممنهجه، بنشتغل يعني مربع معين، بنشتغل طبعا بادوات زي المصريين والفرشاه، واحيانا اذا تطلب الامر رفع الرجال. الاكتشافات الجديده بقى دي هتروح فين؟ هيتم وضعها فين؟ طبعا الاكتشافات الجديده بيتم انتقاء القطع المميزه اللي تعرض في المتاحف القوميه. عندنا المتحف المصري الكبير لسه ما اتفتحش، ف بياخد بعض القطع للعرض فيه. عندنا متحف شرم الشيخ اخذ قطع كتير من الحفاير من عندنا. عندنا متحف قلنا شرم الشيخ، وعندنا متحف كفر الشيخ، قبل كده متحف السويس. فالمتاحف التي انتهى العمل فيها او التي لم ينتهي بتيجي لجان تختار قطع اثريه من عندنا عشان يتم عرضها في هذه المتاحف. ده تاني اكبر اكتشاف بعد العساسفه، صح؟ طبعا ثاني اكبر اكتشاف بعد العساسيف، طبعا في الاقصر هم اكتشفوا 30 تابوت، احنا النهارده اكتشفنا 59، عرضنا 27. وعندنا عايز اقول قدهم لسه في الابار، بس طبعا احنا محتاجين وقت وجهد عشان نطلع هذه الثوابيت. بس هو واضح ان منطقه سقاره تحديدا عليها رهان كبير قوي في موضوع ان يبقى يكون فيها اثار لسه في يعني في الفترات المستقبليه، هنسمع اكيد عنها كثير وكثير. طبعا سقاره كانت جبانه ملكيه لفتره طويله جدا، فالملك القبر بتاعه هو الهرم. ولما الملك بيبني الهرم بتاعه بتخطط جبانه ضخمه امام الهرم بشوارع طوليه او راسيه او عرضيه لكبار الموظفين والوزراء والعائله الملكيه ثم الاقل فالاقل. فعندنا جبانات كثيره جدا، اشاره جبانه الملك بيبي، جبانه اناس، جبانه اسر كاف. طبعا كل الجبانات دي واخده مساحه شاسعه، بالرغم من ان الحفاير تمت في منطقه سقاره هنقول اعتبارا من القرن التاسع عشر، الا اننا ما زالت هناك اماكن كثيره جدا لم يتم العمل فيها. وزي ما قلت لحضرتك ده مش عشان احنا مش عايزين نشتغل، عارفين الجبانات وعارفين الامتدادات الموجوده وعارفين يعني مش هقول طبعا 100% الاثار، بس عارفين الفترات التاريخيه. وزي ما قلت لحضرتك في دراسات وعلم بيستكمل على فترات زمنيه طويله، وبيحتاج الكشف بعديه على طول او معاه بالظبط عمليات الترميم، ودي بتاخد وقت كتير جدا عشان نرمم الاثار. التوابيت ما طلعتش بالشكل اللي اتعرض بيه ده، التوابيت طلعت من قلب تراب وبرديم، وطبعا كان حالتها سيئه جدا، تم تقويتها وتم ترميمها وتم تنظيفها وتم تثبيت الالوان اللي عليها. ده خد مننا مع الاخوه المرممين وقت كتير جدا عشان تتعرض بهذا الشكل الجميل. ربنا يوفقكم دايما ان شاء الله. يعني الاثار طبعا لها دور مهم جدا في يعني يكون في جذب عدد كبير جدا من السياح، اللي احنا طبعا في صدى، وده من الواضح النهارده الحقيقه في صدى كبير جدا خارجيا، خاصه ان كان في عدد كبير جدا من السفراء الاجانب موجودين بيشهدوا هذا الانجاز العظيم طبعا والاعلان عن هذا الكشف الاثري الكبير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد يوسف، مدير منطقه اثار سقاره ومدير موقع الكشف. ودايما لما تيجي تقرا عن سقاره تقول لك انها يعني مليانه اثار، المنطقه دي كل ما بتكشف عنها او كل ما بتحاول تدور فيها مليانه اثار، واثار يعني بيبقى شكلها كانها لسه جديده، فبتبقى محط انظار العالم اجمع.